احنا بعدنا بمندلي وهسه احنا بقزانيا القديمه. زين قزانيا القديمه اللي قلنا هي هاي تشوفوها قدامنا كانت صورتكم، يا هي مدينه تراثيه يعني. اي شيء اكيد نعم. اي مدينه تراثيه نعم. زين احكي لنا انت عن احنا اجدادنا مثلا كانوا عايشين هنا خلينا نقول. اي يعني الاوضاع كانت بسيطه مو مثل ما هسه كان. اي يعني الامور كانت بسيطه كلش. اي ما اسال قزانيا يا اي ما ايسا هاتيمنا نا قزانيا، قزانيا لشعري منليه. كم يباسة كي من لسري قزانية قديمة كي فأنه مثلا صار الأوضاع مثلا سووا لنا بيوت دور جاهزة اي مال الألمان مال الألمان نعم، في ناس مثلا شالت فيها بقت هنا، فناس اكو كانت ما ترغب مثلا خلينا نقول تطلع من دارها وتطلع ايه؟ وتروح هنا وتروح البيت الألمان، فبقت الأغلبية هنا خلينا نقول مو نقول الأغلبية يعني فوق النص يعني شالت والله الربع من ايه؟ بقت شاله وكذا وهذه. بعدين يابها يابها ساكنين بيه الفراريه. ها راح يجون ذول الايرانيين مثلا ساكنين هنا يجون بالليل. ايه. وراح انه فورا فتره لا والله جابوا شفرات وفلسوا البيوت واللي ما عنده مثلا هي بيت حاله بدا الترحيل على مندلي مو بدا بالثمانينات، الترحيل الاول صار بال75. نعم الترحيل الاول اللي صار على القرى الكرديه والتركمانيه بال75. زين الترحيل الثاني صار هو هي هسه احنا هذا تاريخ من نحكي التاريخ ما بيعيب ولا بيزعل. لا لا انت انت ابن مندلي وانت نحكي. نعم شيء اكيد هي مندلي قزانيه ماكو فرق وحده ما وحده بس ايه؟ هي صار عليها تطهير عرقي. اي نعم صار العراق خسر نسيج، ارقى نسيج، احنا هسه استعرضنا النسيج مال مندلي، ارقى نسيج هو كان عند مندلي. من نسيج الجاجم، الجنين، الكراش، حتى خصافات التمر، حتى الطباقه، حتى كل شيء، كانت مدينه جميله الى درجه مدينه احنا يمكن نقول يمكن لانه تراثها وحضارتها ساسانيه. موجوده على اساس راح اريد انه بننصبها هنا اللي تقصدين عليه. ايه الجومه ايه ايه الجومه ها هسه هو هذا البيت جدده ايه جددناه نعم نشوفكم البيت مجدد حتى عندي شايل جيزر نفطيه قديمه شوف البيوت القديمه كانت هيجي مثل الطرمه واحده منها واحده منها هي خلينا نقول على بنايه القديم على بنايه القديم انت هاي بنيته هو هو خلينا نقول هذا ينبني باللبن اي لبن 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 وطين هسه يا ريت تقرب لي التصوير مالته الحقيقة مندلي مندلي مدينة مظلومة 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 إيه؟ نعم مندلي صحيح. مظلومة اي مظلومة ما نعم. شيء من مناليا شعري رينة بس مظلومة 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 مندلي مظلومة نتمنى هسه نتمنى شوية من أبنائها اللي دا يمثلوها شويه ينهضون بها اخذ لي هذا المنظر كله اخذ لي الخشب اللي مخليه كله هسه انت هنا مخليه للحلال لو شنو لا ما عندي هسه حاليا حلال ما عندي ما عندك حلال نجي كل خميس وجمعه نتعشى هنا لو نتغدى ونرجع هنا. اها يعني مخليه للخميس والجمعه يجون يتعشون يتغدون ويرجعون هي حسب المجال يعني نجي للعائله للمنزل للعائله اي نعم شو مسوينا بيت للوسع اخذت يعني لي المنظر كله كان عندي كهرباء واصل انه بالكهرباء باقوها منو باقي الكهرباء؟ باقي هالعالم باقوها لحد الواير هون هنا بقى هذا اخير شيء باقوها كلها شكرا كانت زهره زنقنا وياك